طيب نكمل. احنا شفنا الدايجرام بتاع الكولينج وديهوميديفيكيشن، عايزين بقى نشوف ازاي هنعمل لها ريبريزنتيشن على الشارت. دلوقتي العملية دي بيحصل فيها تبريد، تبريد يعني انا همشي شمال عشان امشي في اتجاه الدراي بالك تمبريتشر الاقل، وبيحصل ديهوميديفيكيشن يعني المويستر كونتنت بتاع الهواء بيقل. ديهوميديفيكيشن يعني هنزل لتحت، فمن واحد لاتنين، اتنين هلاقيها على شمال واحد وتحت واحد، فبيكون هي دي الرسمة بتاعت الكولينج وديهوميديفيكيشن. طيب دلوقتي الهواء اتسحب منه كمية حرارة معينة عشان يحصل له كولينج وديهوميديفيكيشن، صح؟ احسبها ازاي كمية الحرارة اللي اتشالت من الهواء؟ نفس الكلام، اشوف اشوف الانثالبي او الهيت كونتنت عند بوينت 1 اللي هو H1، واشوف H2، والفرق ما بينهم هو ده الكيو ريموفد او الكيو ريجكتد من الهواء. ولو عايز احسب الكولينج كاباسيتي زي بالظبط بتاعت السنسبل كولينج، برضه هي الام دوت اير الماس فلوريد بتاع الهواء اللي ماشي في الدكت في ال H1 ماينس H2، ده هيديني بالكيلو وات. لو عايزها بالطن تبريد بقسمها على 3.5. في حاجة بقى زيادة بيطلبها في عملية الكولينج وديهوميديفيكيشن، دلوقتي بيحصل تجفيف للهواء، يعني أنا عندي بخار مية عمال يتكسر، فبيطلب مني الـ rate of condensation أو الـ rate of dehumidification. ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن أنا عندي قد إيه بخار مية بيتكثف كل ثانية. فدي أحسبها إزاي؟ بشوف الـ moisture content اللي هو الـ H1 الـ capital أو اللي هي أوميجا 1 يعني نفس الحاجة، وبشوف الـ moisture content عند point 2، طبعا عند point 2 أقل من الواحد، وأخد الفرق ما بينهم H1 minus H2 وأضربها في الـ m dot air. لو عوضنا باليونت بتاعت الام دوت اير واليونت بتاعت المويستر كونتنت وضربناهم في بعض، هنلاقي بيطلع معايا اليونت كيلو جرام فيبر بير سكند، يبقى انا عندي الكميه دي من الميه بتتكثف كل ثانيه. طيب دلوقتي كنا بنقول ازاي نرسم بوينت 2، دلوقتي بوينت 1 دي عامه ما فيهاش اي مشكله، بوينت 1 هيديني برده 2 جيفنز هنعرف نرسمهم. في السنسبل هيتنج والسنسبل كولينج كنت بقول لك بيديك جيفن واحد بس عند بوينت 2، لان الجيفن الثاني هو ان الاثنين على نفس الخط الهوريزونتال، تمام؟ بس في العمليه دي هم مش على نفس الخط الهوريزونتال، فانا دلوقتي عشان اوقع بوينت 2 محتاجه 2 جيفنز، لان انا ماشي اوكي انا فاهمه ان بوينت 2 على الشمال وتحت، لكن هل هي كده ولا مثلا ابعد شويه ولا اقرب شويه لواحد؟ يعني بتفرق معايا السلوب بتاع الخط، فانا محتاجه 2 جيفنز عشان اعرف اوقع بوينت 2. هو في المسائل بيديني جيفن واحد بس، الجيفن الثاني انا بعمل له اسامبشن. الجيفن اللي احنا بنعمل له اسامبشن هو الريليتيف هيوميديتي، فهو هيديني حاجه غير الريليتيف هيوميديتي، وانا هعمل اسامبشن للريليتيف هيوميديتي. طب اعمل اسامبشن للريليتيف هيوميديتي بكام؟ احنا اتفقنا ان احنا عندنا طريقتين بنعمل بيهم كولينج اند هيوميديفيكيشن، عن طريق الكولينج كويل او التشيلد ووتر سبراي. لو بعملها عن طريق كولينج كويل فهفترض ان الريليتيف هيوميديتي بتاع 0.2 90%، والرقم ده هنحفظه كلنا عشان نشتغل على نفس الارقام. ولو انا عندي تشيلد ووتر سبراي يبقى الريليتيف هيوميديتي بتاع 0.2 هتبقى 100%. 100% ده معناه ان 0.2 المفروض تبقى واقعه على الخط الساتوريشن اللي هو الكيرف بتاع الشارت يعني، تمام؟ يبقى احنا لازم نبقى حافظين الاسامبشنز دي. يبقى يوزنج كولينج كويلز احنا بنقول ان الريليتيف هيوميديتي بتبقى 90 لـ95، لكن احنا في المسائل هنستخدمها 90، وهتلاقي شويه كده كاتبه لك ان الريليتيف هيوميديتي بتاعه التشيلد ووتر سبراي بتبقى 100%. فدي الاسامبشنز اللي احنا لازم نحسبها نحفظها. طيب دلوقتي كميه الحراره اللي احنا بنسحبها من الهواء علشان اغير الكونديشن بتاعته من بوينت 1 لبوينت 2، هل هي sensible heat ولا latent heat ولا الاثنين؟ في sensible heating والsensible cooling كنا بنضيف، في sensible heating كنا بنضيف حرارة للهواء كان نوعها sensible. ليه sensible؟ عشان الهواء ده بيسخن، طالما بيسخن بس يبقى دي sensible heat. نفس الكلام في sensible cooling، أنا برضو كنت بسحب حرارة من الهواء فكانت بتخلي الهواء ده يبرد، درجة حرارته بتقل، يبقى دي برضو sensible heat أنا سحبتها من الهواء. لكن في العملية دي بقى فيها في حراره بتتسحب من الهواء من بوينت 1 لبوينت 2 بتتقسم على جزئين، جزء من الحراره دي سنسبل هيت خلت الهواء يبرد من 1 ل2، وجزء تاني حراره اتسحب من الهواء نوعه ليتنت هيت خلت المويستر كونتنت بتاع الهواء يقل. طيب لو انا عايزه احسب ده لوحده وده لوحده هعمل ايه؟ عندي طريقتين. اول طريقه هي ان انا خلاص رسمت من 1 ل2 اللي هو الخط ده، هقفل المثلث، يعني هرسم خط vertical وخط horizontal لحد ما يعملوا intersection مع بعض في point O مثلا، وهقرا الانثالبي بتاع point O اللي هو HO.
HO minus H2 اللي هي كمية الحرارة اللي اتسحبت من الهواء خط الهوريزونتال ده، هي دي sensible heat اللي خلت الهواء درجة حرارته تقل. وعندي كمان H1 minus HO اللي هي كمية الحرارة اللي اتسحبت في الجزء الفيرتيكال ده، دي بتعبر عن latent heat اللي خلت شوية من بخار المية يسيبوا الهواء. مجموع H1 minus HO plus HO minus H2 ده يديني total heat اللي اتسحبت من الهواء اللي هي H1 minus H2 على طول. تمام، ده كده بالنسبة للجزء بتاع sensible والlatent. فاحنا لو طلب مني احسب له sensible heat ممكن اقفل المثلث او latent heat واحسب له بقى على حسب sensible ولا latent. طيب من هنا بقى هنعرف حاجة اسمها sensible heat factor او sensible heat ratio. ايه sensible heat factor او sensible heat ratio؟ ده عبارة عن كمية sensible heat اللي اتسحبت من الهواء على التوتال هيت اللي اتسحب من الهواء. طب التوتال هيت اللي اتسحب من الهواء ده اللي هو H1 minus H2، دي كمية الحرارة التوتال اللي اتسحبت من الهواء. طب السنسبل هيت، السنسبل هيت هو الجزء اللي هو من O ل2 اللي هي الجزء ده. فلو قسمت، لو انا قفلت المثلث هشتغل بطريقة المثلث ووقعت point O وحسبت HO minus H2 على H1 minus H2 يبقى انا كده حسبت ايه السنسبل هيت ريشيو. طبعا ده بيكون رقم اقل من الواحد. السنسبل هيت ريشيو ده قيمته بتعبر عن يعني هل المكان ده الحرارة فيه السنسبل أعلى ولا الليتنت أعلى. طبعا السنسبل هيت ريشيو ده بيكون رقم ما بين الزيرو والواحد. لو هو زيرو ده معناه ان كل الحرارة اللي اتسحبت من المكان ليتنت، ولو هو واحد ده معناه ان كل الحرارة اللي اتسحبت من الهواء سنسبل، صح؟ لكن العملية دي كولينج ودي هيوميديفيكيشن، يعني بيحصل فيها الاثنين، فعشان كده بيكون الرقم ده أقل من الواحد واكبر من الزيرو. بس لو هو قريب من الواحد ده معناه ان السنسبل هيت كانت اكتر، يعني الهواء ده برد اكتر من كميه البخار المايه اللي اتكثفت. لكن لو هو اقرب للزيرو ده معناه ان الليتنت هيت هي الاعلى وكميه البخار المايه اللي اتكثف اكبر من تاثير فرق درجات الحراره يعني. تمام، دي كده طريقه اللي هو اقفل المثلث. لكن في الحقيقه محدش بيحل بالطريقه دي. الطريقه اللي احنا بنحل بيها وهي ان احنا بنقرا على طول السنسبل هيت ريشيو او سنسبل هيت فاكتور ده من الشارت. لو فاكرين في اول سكشن كنا بنقول ان احنا على الواي اكسس عندنا تدريجين، في تدريج واخد من بدايه الشارت لنهايه الشارت وهو ده تدريج المويستر كونتنت، وهتلاقوا في تدريج تاني كده جنبه صغير واصل لحد نص او تلتين الواي اكسس مكتوب عليه بالجنب كده سنسبل هيت فاكتور. هو ده السكيل اللي انا بقرا من عليه السنسبل هيت فاكتور او سنسبل هيت ريشيو. طب بقراها ازاي؟ انا بكون خلاص حليت المساله بتاعتي ورسمت بوينت 1 ورسمت بوينت 2 ووصلت ما بينهم، هو ده الخط اللي بيريبريزنت البروسيس. هقرا بقى ازاي سنسبل هيت فاكتور. في بوينت عايزاكم تعلموها على الشارت اللي هي اللي بنسميها الكومفورت بوينت، اللي هي اريح نقطه للبني ادم، اللي هي بتكون عند 24 درجه و50% ريليتيف هيوميديتي، اللي هي النقطه دي. احنا بنحط الارستو بتاعنا او المسطره بتاعتنا على الخط اللي هو من 1 ل2 اللي احنا بنكون اوريدي رسمناه، وبنبدأ ننزل بإيدنا كده على قد ما نقدر خط parallel للخط ده، لحد ما أرسم خط parallel لخط العملية من 1 ل2 يكون بيمر بنقطة الكومفورت بوينت دي أهو، اللي هو الخط الضاطل ده. الخط الضاطل ده parallel للخط ده، أمده لحد ما أوصل للسكيل بتاع sensible heat factor، والرقم اللي هقراه هو ده sensible heat factor على طول. فبدل ما أقفل بقى المثلث وأحسب sensible heat وأحسب total heat واقسمهم على بعض، لا انا على طول طالما كده كده اساسا بيبقى مطلوب في اي مساله ان انت ريبريزنت العمليه على الشارت، بس هتحط المسطره وتنزل خط بارالل يمر بالنقطه دي وتمده لحد ما توصل للسكيل وتقرا قيمه السنسبل هيت فاكتور. طيب التشيلد ووتر سبراي زي ما اتفقنا الاسامبشن اللي احنا بنعمله بيكون ان الريليتيف هيوميديتي 100%، فلما باجي ارسم خط البروسيس بلاقي ان بوينت 2 بتبقى على خط الساتوريشن. طيب ليه دي 100% وليه التانية 90%؟ لأن زي ما اتفقنا إن الكونتاكت ما بين الهواء والمية الساقعة هنا أكيد أحسن بكتير من في الكولينج كويل. طيب ندخل بقى على آخر عملية عندنا وهي الميكسينج بروسيس. الموضوع ده بسيط جدا فيها، بس عملية الميكسينج بروسيس من العمليات المهمة جدا، لأن احنا لما ناخد المرة الجاية إن شاء الله أنواع السايكلز هتلاقي إن الموست كومن تايب أوف إير كونديشنر هو اللي بيعمل ميكسينج، فأنا بحتاج أعدي على خطوة الميكسينج بروسيس الأول قبل ما اشوف التكييف هيعمل ايه في الهواء، يسخنه ولا يبرده ولا يعمل فيه ايه. فلو افترضنا ان انا عندي two streams of air، واحد هسميه واحد والتاني هسميه اتنين، ده داخل بماس فريت ام دوت 1 ده داخل بماس فريت ام دوت 2، التكييف هيخلط من بينهم ويطلعهم لي stream واحد بconditions 0.3 وبماس فريت ام دوت 3.
هنعمل حاجه اسمها ماس بالانس وهنعمل حاجه اسمها انرجي بالانس. ماس بالانس هو ان احنا نجمع الماسز اللي داخله بتساوي اللي خارجه. فانا عندي 2 ماسز داخلين اللي هو ام دوت 1 بلس ام دوت 2 بيساوي ام دوت 3. هي دي كده الماس بالانس، هي دي الايكويشن الاولى اللي بستخدمها. الايكويشن الثانيه وهي ان احنا هنجمع الانرجي اللي داخله عند بوينت 1 والانرجي اللي داخله عند بوينت 2، بنقول انها بتساوي الانرجي اللي خارجه في الهواء عند بوينت 3. فاحنا بالنسبه لنا الانرجي في التكييف هي عباره عن الانثالبي اللي هو المحتوى الحراري، الهواء ده شايل حراره قد ايه. فلو ضربت m.1 في h1 زائد m.2 في h2 هيديني m.3 في h3. دي كده عمليه الانرجي بالانس. وبعدين هنشيل m.3 ونحط بدلها m.1 plus m.2 من الماس بالانس ونرتب المعادله، هيطلع معايا ان m.1 على m.2 بيساوي h3 minus h2 على h1 minus h3. والقانون ده بنسميه قانون الميكسينج، وهو ده اللي احنا بنستخدمه عشان نلوكيت بوينت 3. يعني ايه الوكيت بوينت 3؟ دلوقتي في مساله الميكسينج هتلاقيه مديك 2 conditions عند point 1 و 2 conditions عند point 2، فبنعرف نوقع واحد وبنعرف نوقع اثنين وبعدين بنوصل ما بينهم. البوينت الميكسينج بقى بوينت دي اللي هي بوينت 3، دي بتكون نقطة ما بينهم. فأنا ببقى عارفة إن نقطة 3 نقطة على الخط ده اللي هو من 1 ل 2، بس فين بالظبط؟ هل هي قريبة من 1 ولا قريبة من 2 ولا في النص بالظبط ولا فين؟ فأنا بطبق قانون الميكسينج ده علشان أعرف allocate point 3. فانا من المعادله دي لو انا معايا m.1 ومعايا m.2، وطبعا بوينتس 1 و2 قاعدين على الشارت، فاحنا معانا h1 و h2، فالاقي ان الانون الوحيد بتاعي هو h3، فعرفت اقرا الانثالبي بتاع بوينت 3. طالما جبت اي جيفن عند بوينت 3 يبقى انت كده هتعرف تعمل لها لوكيشن على الشارت، لان انت معلومه منهم انت عارف انها على الخط ده، والمعلومه الثانيه انا خلاص مثلا عرفت الانثالبي فهنزل لحد ما اوصل للخط ده يبقى ده مكان بوينت 3. ممكن المعادله دي تكتبها هي هي بالظبط، بس بدل ما بالانثالبي تكتبها بالمويستر كونتنت اللي هو اللي هي الاتش الكابيتال او الاوميجا. نفس المعادله بص هتلاقوها هي هي بالظبط، بس شلت كل انثالبي حطيت بدلها مويستر كونتنت. فبدل مثلا ما اجيب الانثالبي بتاع بوينت 3، لا انا من المعادله دي كده هحسب المويستر كونتنت بتاع بوينت 3 وامشي كده خط هوريزونتال لحد ما اقطع الخط ده، يبقى انا كده عملت لوكيشن لبوينت 3. في طريقه ثالثه وهي هي الصراحه ممكن تتعمل باي حاجه، يعني ممكن تتعمل بالانثالبي او بالمويستر كونتنت، ممكن كمان اعملها بالدراي بالب تمبرتشر، اشيل كل انثالبي واحط بدلها دراي بالب تمبرتشر برده صح، هتلاقوني في الشيت حلها كده. وفي طريقه كمان سهله وهي بالمسافات. يعني ايه بالمسافات؟ بصوا انتوا هتلاقوا معاكم في المعادله لو انا هنا كاتبه m.1 هيبقى الانثالبيز بتوع 3 و2، لو انا هنا كاتبه m.2 هيبقى الانثالبيز بتوع 1 و3. من الاخر لازم الـ 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 الارقام كلها تظهر فوق والارقام كلها تظهر تحت. فانا لو عايزه اشتغلها مسافات هقول m.1 على m.2 بتساوي انا هنا خلاص كتبت فوق m.1، فهاخد المسافه من 2 ل 3 اللي هي المسافه البعيده عن نقطه 1، يبقى دي distance بين 2 ل 3. و m.2 يبقى هاخد المسافه البعيده عنها اللي هي من 1 ل 3 لو انا عايزه اشتغلها في المسافات. طيب هتقولي مثلا لو انا عايز اشتغلها بالمسافات، طب ما انا مش عارفه مسافه من 2 ل 3 ولا عارفه المسافه من 1 ل 3، فهعمل ايه؟ ممكن اعدل شويه على المعادله دي، بدل ما اخليها m.1 على m.2 هخليها m.1 على المجموع اللي هو m.1 plus m.2. ف m.1 هتبقى المسافه اللي هحطها جنبه هي المسافه البعيده اللي هي من 2 ل 3 تمام، وانا طبعا دي الانون بالنسبه لي لان انا ما اعرفش نقطه 3 فين، انا لسه بحاول اعمل لها لوكيشن. على انت طالما خدت التوتال ماس فلو ريت تحت اللي هو 1 زائد 2 يبقى انت هتاخد المسافه الكليه اللي هي من 1 ل 2، ودي بتبقى معايا لان انا ببقى موقعه بوينت 1 وببقى موقعه بوينت 2. فلو احنا عايزين نشتغلها مسافات بنستخدم الصوره دي، لكن طبعا دي او دي او دي او دي كلهم في الاخر هيوصلوني للحل. يعني ده مثال صغير لو انا عندي ماس فلو ريت m.1 5 كيلو جرام بير سكند وماس فلو ريت تاني m.2 10 كيلو جرام بير سكند وعايز اعمل لوكيشن لبوينت 3، وهو كان مديني الرسمه دي مثلا، يعني رسم لي بوينت 1 ورسم لي بوينت 2 وحاطط لي ان المسافه ما بينهم 8 سنتيمتر، فانا هشتغل بالمسافات. فطالما عندي المسافه الكليه يبقى هستخدم الصوره الاخيره دي اللي لسه قايلين عليها، فاقول ان m.1 على m.2 سوري m.1 على m.1 بلس m.2 بيساوي المسافه البعيده عن 1 اللي هي من 2 ل 3، ودي اللي انا ما اعرفهاش لان انا ما اعرفش نقطه 3 فين، على المسافه الكليه اللي هي من 1 ل 2. ماس فلو ريت 1 معايا ب 5، التوتال ماس فلو ريت هيبقى 5 زائد 10 ب 15، المسافه من 2 ل 3 انا ما اعرفهاش، على التوتال ديستانس اللي هي 8، فمن المعادله دي هعرف اجيب المسافه من 2 ل 3 وانا موقعه بوينت 2، فبالمسطره هقدر اعمل لوكيشن لبوينت 3. يبقى احنا كده جبنا نقطه 3 على الرسمه تمام.
ده كده كان السكشن. الفيديو جاي ان شاء الله هنحل بقى الشيت مع بعض.